السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى القاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم فيديو حلويات اللوز. بالنسبه لكعب غزال لا ما صورتوش، ولكن الا بغيتو نجدد الفيديو ان شاء الله خليكم الرابط ديال الفيديو قديم في صندوق الوصف. الا بغيتو نجدد الفيديو ما عليكم غير تخليوها لي في الكومنتير. غادي تشاهدوا معايا هنايا بالتفصيل كيف وجدت هذا الكومونت هذا ان شاء الله. بالنسبه للطحين ديال اللوز ما صورتش من الاول حيت كنت متنساه، بديت كنعدل ما كنصورش الصراحه، بقيت كنعجز من التصوير بالنسبه للمشاهده طايحه على داك الشيء. يعني كنت بديت نطحن عاد فكرت قلت هذا الفيديو خني نصوره وبدي التصوير، كان اللوز عندي مطحون. بسم الله نبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد العجينه ديال اللوز عندي فيها 400 غرام 800 غرام ديال اللوز، قسمتها في النص كل عقده تما جات فيها 400 غرام. الطوطال عملت 800 غرام ديال اللوز غير 300 غرام ديال السكر، ما عملتش 400 كامله، 800 ديال اللوز في 300 ديال السكر مع قبيصه ديال المسكه، وطحنته حتى عدات عقده ديال اللوز قسمتها على جوج. بالنسبه لهاد العقده هذه يعني بجوج بهم فيهم المسكه الحره، هنا كعب كان عندي معدل. بالنسبه لهاد العقده الاولى غنعمل لها هاد حب ملوك اللي كيتبع هذا يابس اللي هو ثريسه، حب ملوك هذا يابس كيبقى اختياري. هنايا بالنسبه للتزيين غادي نزين الحلوه ديالنا بالبندق، من الاحسن انا من داخل كنت نعمل على البندق مهرمش، ولكن هنايا فضلت نعمل هذا الحب ملوك باش نبدل النكهات، حيت عندي واحد الحلوه هنايا فيها البندق من داخل يعني باش نبدلو النكهات. هنايا عملت حب ملوك هذا الطريفه هذا كيكون يابس، هذا كيتبع هذا، غادي نخلطو مزيان باش يتخلط مزيان هذاك الحب ملوك مع العقده ديال هذا اللوز، مع مغرفه كبيره الزبده تكون على درجه حراره المطبخ. انا معكوه مزيان مع بعضياتو حتى يتعلق هذاك حب ملوك مع الخليط ديال اللوز ديالنا. هنا كيبقى اختياري اللي بغات تعمل الحبيبه ديال البيستاج او كما قلت لكم طريفات ديال البندق مهرمش، يكون مهرمش وتعملو تما اوبينيونيس، يعني كيبقى الاختيار ديالك. اللي بغيتي تخلي هذاك عقده بوحديده ديال اللوز تنكها بشي حاجه اخرى كتخليها. وبالنسبه للعقده الثانيه انا من مغرفه كبيره ديال الليمون او الحامض مبشور، مع هنا عندي البيض مخفوق، كنخفق بيضات عاد كنبقى نضيف شويه بشويه، دائما حلويات اللوز نخفقوا بيضات وبقى نضيفوا شويه بشويه، بالاخص ملي تكون عندنا العقده غير واحد الكميه صغيره باش هيدا ما نفسدوش الحلوه ديالنا، بالاخص المبتدئات يعني ما تكبوش البيض مره واحده باش ما تخسرش معكم الحلوه ديالنا. هنا غادي نضيف شويه ديال البيستاج كونكاسي. بالنسبه لهاد الحلوه هذه عملت لها من داخل اللوز بيستاج كونكاسي، صافي غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه جانبا. هنايا بالنسبه لهاد الحلويات ديال اللوز ملي كنقسم العقدات يعني كل وحده كنكوها كما كنبدلها باش كتجي ديك الصينيه ديال الحلوه ديال اللوز مبدله في النكهه ديالها. هنا نعدلو قوس نعمل الكويرات هذيك اللي فيها حب ملوك غنصبق منها، بعد طبعا كان عندي كعب هنا معدل، كل كويره عندي فيها 18 غرام وزنتهم بعد ما ساليتهم كاملين 18 غرام. وداك العجين ديال الكعب باغي غادي نعدلو هاد الحلوه هذه، كنعاود ناكد عليكم الا بغيتو نعاود نجدد الكعب معكم نعاود ان شاء الله نصوره. بالنسبه لهذاك الكويرات اولا اللي عملتو حتى البندق دائما نحاولو باش ندخلوه من داخل باش من النقش ميجيو نقشو ما يعصبناش. طلقت هنايا العجين غير بيدي، ما جبتش الماكينه حيت واحد الكميه صغيره كانت الحلوه ماشي بزاف، ما جبتش الماكينه، كنطلقو العجين ديالنا يكون السمك ديالو ما يكونش غلط بزاف وما يكونش رقيق بزاف، يعني بحال نعملو كعب الغزال منقوش. غنقطعو بالقطع الدائري. هاد الطريقه هادي سهله البنات الصراحه، كتجي غزال هاد الحلوه، كتجي راقيه في المنظر ديالها والماده كتجي معلكه من داخل، وفي نفس الوقت ماشي صعيبه بزاف التعديل ديالها، ما كتاخدش الوقت بزاف بحال الكعب. كناخدو هذاك العجين نعملو العقده ديالنا ديال اللوز من داخل ونحاولو نشدو مزيان داك العجين ديالنا نضغطو عليه مزيان، وفي هذاك في عندنا العجين مجموع هو اللي يكون قاعده ديال الحلوه ديالنا، ضروري خصنا نعاود نتاكدوا مزيان بالعجين ديالنا ما بقاتش الهواء داخل بين العجين وعقده اللوز. ملي ساليو الكويرات ديالنا كما كتشهدوا ما كنحتاجش العجينه ديال الكعب، ما كنحتاجش نرش الطحين تماما، خاص غير ملي كنكون مطلق كنرش واحد الرشه خفيفه، يعني في الحلوه ملي كتكون عادله سواء كان كعب او لا سواء كانت الحلويات هذو يكونوا بالعجينه ديال الكعب ما كنستحملش الطحين تماما، فقط ملي كنكون مطلق
واحد رشه خفيفه. عشان برنا هذا المول هذاك تقدر تستعمل اي مول كان عندك موجود. انا هذا المول هذا خاص باش تجيني حلوه قد بعطا كما عندي موزونه باش تجي نفس الشكل وصافي. يعني هذيك الزواقه هذيك ما ديتش عليها، انا اخترت هذيك اللون هذا الزواقه هذه على تيت الغطسه اللي عندها في الوسط، يعني هذه عندها ديك الورده وهذاك الغطسه في الوسط. هنا كنشبر الحلوه ديالنا، النقش هذا اللي معوج عامل بحال الهلال، تقدر تستعمل حتى النقش عادي، وكنقشوا الحلوه ديالنا من فوق الوسط غنخليه هيداك عادي، غنعاود نضغط عليه داك الوسط ونيبسه فحال كعب غزال تتبس تماما. نثقبوها بواحد ليبره، ثقبوها مزيان بحال بحال نعدلو الكعب. كما كتشاهدونا ثقلت الفيديو، النقش سواء كان كعب ولا الحلويات هادو دائما ملي كنجي ننقش كنضغط من داخل حتى كنوصل لعقده اللوز، عاد كنتكي على النقشه باش الحلوه ديالنا اللوز خصو يظهر، باش ملي كطيب كدم معنا وكيخرج ديك كتجي الحلوه في المنظر ديالها كتجي مزيونه. داك اللوز نحاولوا نظهروه يعني في النقشه كما كتشهدوا. في الطريقه سهله، انا كنهضر بس بالنسبه للناس اللي مبتدئات اللي عاد كيبداو يعدلوا الحلويات. هذا هو كعب الغزال اللي وجدته كان عندي هنا. صافي غادي نطيبه بس كما كتشهدوا. صافي انا عتقبته وعملته في الفران بواحد ليبره رقيقه، الظهر ديالو بالاخص الظهر اللي ما كيكونش منقوش والقاع ديال الكعبه، طيبته على 170-160 درجه. كيبقى اللون ديالو خصنا يطيبو ويبقاو اللون ديالو من الذهبي كما كتشهدوا. كما هاد الكعبه كما هاد الحلوه هادي حتى هي تقبط القاع ديالها وهذاك الوسيط ديالها اللي كيكون ماشي منقوش. الطياب ديالو كنعاود ناكد عليكم 170-160 درجه، ما كنفوتش 170 درجه، العافيه من فوق ومن تحت حتى كيبدا ياخذ داك اللون الذهبي ونجبدوا الكعب ديالنا. بالنسبه للطياب الكعاب كما كتشهدوا انا بعد ما طابوا سبق لي هضرتكم عليهم، كنشبر بياض البيض مع مغرفه السكر كلاسي ومغرفه ديال المزهر، وكندهن هذاك الكعب ديالنا بالبياض البيض وكنعاود ندخله في الفران هو مطفي حتى ينشف هذاك البيض. كما كتشوفوا كتجي واحد اللمعه فيه ما شاء الله، كيجيو غزالي بهذاك اللمعه فيهم، كيجي المنظر ديالهم راقي بزاف ديك اللمعه، وما اصلا ديك النقش كيجيو مدموعين ديك السكر ديال العقده ديال اللوت، ولكن ملي كنعملو بياض البيض كيجي رائع بزاف. كنطفي الفران وكنعاود ندخل الصينيه ديالي غير باش تنشف من هذاك البياض البيض. كنعمل له واحد بياض البيض مغرفه السكر كلاصي مغرفه ماء الزهر باش كنسمو، ما كيبقاش داك النسمه ديال البياض البيض، كنسموه ماء الزهر. وكيجيو الكعب ديالنا كما كتشوفوا رائعين البنات بواحد البريو فيهم، حتى لما كاش منقوش غيش لما كاش منقوش العجينه كنحاولوا نرقوها اكثر. ونجوزو للتزيين الحلوه ديال اللي زينت بالبندق. الحلوه ديالنا كما كتشهدوا بعد ما طابت كتشوفوا اللون ديالها يلا بدات تاخذ داك اللون الذهبي من تحت. صافي كيف يعني الطياب ديالها بحال بحال الكعب. عندنا النباج بعد ما سخنتو، طبعا نسخنوا شويه النباج باش ملي كتبس الحلوه ديالنا كتبرد، كيبرد ديك النباج كيبقى المنظر ديالها رائع داك البريو. كندهنوا بالنباج. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا هنا شبرت داك حبه ملوك اللي عملت من داخل، عملت طريف حبه ملوك في الوسط هو الاولاني. عادي نشبر هذاك البندق مقسوم في النص، النص على جهه يكون مفتوح، ولصقت بالجليكوس حيت الجليكوس كيساعدنا باش الحلوه ما كتحركش، داك الزرزلات ما يتحركش من مطعم او البندق. كنعمل وحده في جهه وحده في جهه، والا كان تاسع يعني ديك التقيبه كانت كبيره كتعمر بالبندق او البيستاج او كما بغيتي انتيا. ندهنوها بالنباج، والتزيين كما كنقول لكم كالعاده كيبقى حسب الاختيار ديال كل واحد. هو هذا البندق صراحه عطاه واحد المنظر رائع مع ديك حب ملوك. الا بغيتي هذاك اللون حميمه تقدر تستعمل الورد، الورد البلدي اللي كنزوقوا به الحلويات. كما كتشهدوا كنعمل شويه ديال الحب ملوك، يعني تما كيكون نباش كيلصق فوق منه، وعاد كنزيد فوق منه شويه ديال الجليكوز، وكنعمل البندق مقسوم في النص باش كيعطي المنظر ديال البندق، كيجي مزيون المنظر هذاك مقسوم في النص. هنا بعد ما ساليت الحلوه هذه كامله دهنتها بالنباج، خليتها تبرد جانبا حتى بردت مزيان، كيبقى داك اللمعه فيها ديال النباج، وكيساعدنا النباج نحتفظوا بالحلوه ديالنا لمده اطول. هذه هي الحلوه بعد ما ساليتها من التزيين. كما كتشوفوا ما شاء الله كتجي رائعه بزاف، لا في المذاق ديالها ولا في المنظر، كما كتشوفوا بريستيج روعه.
ونقز الحلوه ثانيه او من الاحسن ثالثه حيت كعب كان عندي موجود. هنا الكويرات حتى هما عملتهم 18 غرام كما كتشهدوا ديال البيستاج. هنا عندي بياض البيض اللي هو مخفوق، دائما كنأكد عليكم الحلوى اي حلوى عفنتوها في بياض البيض خصني يكون عندنا مخفوق باش ما كيبقاش داك الخيوط ديال البيض يلصقنا في الحلوى. بالنسبه للتزيين هنايا عندي سبق لي عدت معكم هاد الحلوى، كنت فنتها في اللوز كونكاسي والوسط ديالها عمرته باللوز كونكاسي، كنت عملت له اللون خضر. هذه عملت العكس، عملت لابيستاج من داخل وفنتها في الزيج لامبياض وعن نزينه بالبيستاج كونكاسي ماشي اللوز، بيستاج يعني هذاك اللون ديالو طبيعي ماشي ما فيه لا ملون لا شي حاجه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، بغيتي تفندها في اللوز بغيتي تفندها في البيستاج في الزنجل الابيض، كيبقى اختيار ديال كل واحد. هذيك المره اخرى كنت سبق لي عدلت معكم مثل من داخل المانجو، ديك المانجو سبق لي درتكم عليه كنشريه ميركادونا، كنطحنو اولا كنقطعو طريفات صغار ونعسلو وكنعملو في الحلويات كيجي غزال حتى في الحلوى ديال اللوز وحتى في حلوى اخرى يعني ماشي على مكان اللوز. بالنسبه للمولدي كنفضل دائما هذه عندنا وعندي هنا سبراي ديال الزبده او الدهنه بالزبده اللي تكون على درجه حراره المطبخ. سبق لي عدلتها معكم كنت دهنته بالزبده، هنا هو عندي سبراي اللي كتكون عندي سبراي كنستعمل سبراي ديال الزبده. علاش؟ حيت المولدي واخا ما كيلصقش دائما كنبقى هيدا احسن، كنفضل نعمل سبراي الزبده او الزبده احسن باش ملي نجي نجبد الحلوى من المولدي ديالها كنكون مأكده بان ما تلصق لي شيء. يعني الا لصقت هذاك البياض البيض او العجينه السكر اللي حاتت في المولدي فيها السكر، يعني العجينه ديال اللوز عفوا كما فيها السكر تقدر تلصقنا في المولدي. ملي كنعملوا لهيدا الزبده كنكونوا مأكدين بانها ما تلصقناش. ملي كنفند هذه الحلوى كما كتشهدوا في ديك الزنجلان العقده ديال اللوز ديالنا ما كنفندوها في الزنجلان، كنحاول نطولها واحد شويه على ديك الشكل ديال المولدي. ولا كان مدور كتخليها هذاك مدور باش ملي كنبسط الحلوى ديالنا كيبقى ديك الزنجلان ظاهر. الا خلينا هذاك مباشره ومولدي طويل بلي عم بسطوها هذاك الزنجلان بعد المواطا ما يجيش فيهم زنجلان. نحاولوا نعدوا داك الشكل فوق الزنجلان باش كتشبرنا مزيان. كنضغطوا عليها مزيان وهنا بعد ما ساليت المول ديالنا كنعاود نضغط بواحد السباتول باش كيجي لنا القحيده ديال الحلوه كتجينا مقاده كما كتشهدوا معايا، ما كيجيش يطلع شي هود، كتجي مقاده مزيان. الفرن عندي مسخن على 170 درجه. هنا كبديت كنزوق خليت معكم غير هذا المول الاخراني ما كانش عندي معمر، كتشهدوا معايا كتزول بواحد السهوله ما كتلصق ما حتى شي حاجه. واللون ديالها يلاه يكون داك ياخذ ديك اللون الذهبي الزنجلان ديالنا واحد شويه صافي كنجبدوها. كما كتشهدوا هنا عندي بيستاج هذاك اللون ديالو طبيعي بيستاج كونكاسي، عملت له ملعقه كليكوز وملعقه ديال الناباج مخلطين مع بعضياتهم، كيبقى حسب الكميه حسب شحال عدلتي ديال الخليط ديال البيستاج. غادي نعملوا واحد شويه هذا في الوسط حتى نعمرهم كاملين ونعوضهم مزيان داك الخليط البيستاج، ما خصناش نكثروا بزاف من الناباج ومن الكليكوز باش ما يسيحناش، خصنا يكون هيدا عاقد وشابر مزيان بعضياته. من الاحسن نخلطوا الناباج والكليكوز مع بعضياته، نضغطوا عليه مزيان حتى ياخذ الشكل ديال ديك الغطيسه اللي عندنا فيها داك الفراغ اللي فيها. وعشبر هذا الورد البلدي للتزيين. ندهنوا الحلوى ديالنا بالناباج طبعا بعد ما سخناه ونلصقوا التزيين بالورد البلدي. هذا الورد هذا البنات سبق لي هضرتكم عليه، شريته من امازون كيجي هيدا غزال نقي معوض، يعني ما عندك ما تسيب فيه ما تنقيه ما حتى شي حاجه. الوريده مزيونين واستدوين لتزيين الحلويات رائع بزاف. كيبقى التزيين اختيار ديال كل واحد، يعني بغيتي تخليها غير هيداك بغيتي تزينها بالورد البلدي كيبقى الاختيار ديال كل واحد. صافي هنا غنسالي الحلوه ديالي كامله ونعملها في الكوغطات. هاي الحلوه ديالنا بعد ما سليناها كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله روعه البنات، وكيما كتشوفوا مقاده ومسوله. غير تبعوا الخطوات وبتاسع الخطر والوقت تجيكم حلوه مقاده ومتوله، والاهم المذاق اللي كتجي معلكه من داخل والمذاق يا سلام. ونقوزو الحلوه الرابعه، كنحسب الرابعه واخا غنعدل معكم عيد ثلاثه حيت كنحسب الحساب الكعبه اللي عدت الاولى، يعني هاد الكوموند كان فيها اربع شكلات ديال حلويات اللوز. بالنسبه لهذه الرابعه عندي هنا 200 غرام ديال البندق مطحون، هي هذه اللي قلتكم فيها مذاق ديال البندق، انا شريته هذا مطحون من الاحسن تشري البندق وتطحنوا لراسك. 200 غرام
200 غرام ديال القرقع كما كتشوفوا حتى هو مطحون، ما نخليوش القرقع يتطحن حتى يطلق الزيت، يعني غير نهرمشوه. الطوطال 400 غرام، عندنا هنا 150 غرام السكر سنيده، جوج البيضات اللي هما مخفوقين، فينيا سائله لما كانت موجوده، واحد ساشي فينيا، ساشي 100 غرام ديال الخميره، قبيصه ديال الملح كما شفتوني خويتها دابا في ديك هذاك البندق، ملعقه كبيره مربى البرتقال ما كانتش موفره اي مربى بغيتيها اولا مغرفه ديال الكليكوس. غنخلط هذاك القرقع مع البندق، 150 غرام السكر كما كنقول لكم انا السكر دائما كنقص، بعد 200 غرام عملت غير 150، كنقص دائما السكر واحد 100 غرام او 50 غرام على حسب الحلوه كيفاش نيه باش ما كتجيناش حلوه بزاف. نعمت ملعقه ديال مربى البرتقال، ملعقه ديال فينيا السائله لا ما كانتش مفره، كما قلت لكم الساشي ديال السكر دواني، وهذيك ساشي الخميره ديال 8 غرام، نخلطو مزيان مزيان مع بعضياتهم هذوك العناصر، عاد نبقى نضيفو البيضات شويه بشويه. هنا كانوا عندي جوج بيضات مخفوقين ولكن درت لهم غير بيضه ونص، دائما كنقول لكم ملي كيكون اكثر ملي كيكون القياس الصغير ما نكبوش البيضات ضربه واحده، دائما نخفقوا البيضات، واخا القياس يكون فيه جوج بيضات الحلويه ديال اللوز كامله نخفقوا فهاديك جوج بيضات ونبقى نخويو شويه بشويه. دائما كيكون على حجم القياس ديال البيضات، كاين ام وكاين ال يعني وكاين اكس ال، يعني كل بيضه القياس ديالها كيكون مبدل، وحتى المكسرات كيكونوا كل نوبه كيفاش كيعملوا، يعني بعض النوبات يهزونا البيض بزاف وبعض النوبات لا. انا هنا درت لي غير بيضه ونص، كانوا عندي مخفوق جوج بيضات ولكن درت لي ما يعادل بيضه ونص. بعد ما عدت العقده ديالنا كما كتشهدوا كتكون على التشكيل هذا بحال ملوزه ديال القرقع او ملوزه ديال اللوز، كيجي هذا المذاق فيها مخلطه واحد قرقع مع داك هذاك زرز اللوز او البندق، كتجي روعه البنات، المذاق كيجي غزال بزاف. عدلت كويرات كما كتشوفوا 18 غرام 18-19 غرام كانت عندي فيها في النتا في السكر كلاص من نوع ممتاز للحلويات، وكنضغط عليها واحد الضغطه في الوسط، الفران مسخن ل 180 درجه العافيه من فوق ومن تحت. انا الغريبيه كامله الملوزه سواء اللوز سواء الكركاع سواء هذه مخلطه، يعني اي غريبيه الكوكو اي غريبيه كنعملها كنحل العافيه من فوق ومن تحت 180 درجه، ما كنحلش من فوق ومن بعد نحل من تحت، عندي العافيه متساويه كما فوق كما تحت 180 درجه، وكنخلي حتى تشقق الحلوى وما كتاخذش الطياب بزاف. كما كنعرفوا الحلويات اللوز ما كياخذوش الطياب بزاف باش الحلوى ديالنا ما تجيش يابسه، ما فيها لا طحين لا حتى شي حاجه. وهذه هي الحلوى كما كتشوفوا ما شاء الله تشقت وغزاله جات، والمذاق ديالها يا سلام كتجي مخلطه بديك زرز اللوز مع القرقع كيجي مذاق رائع بزاف، وكما كتشهدوا مشقة من داكشي الرفيع والمذاق يا سلام ومعلكة من داخل. هادو هما الحلويات اللي وجدت معكم، كنتمنى نكون في حسن الظن ديالكم ويعجبكم الفيديو. كنعاود ناكد عليكم على الكعيبات، بغيت نشارك معكم فيديو جديد ان شاء الله، انا غادي نعاود كعيبات للدار ديالي حيت وليداتي كاملين كيعجبهم كعب، وغادي نعاود نعدلهم اذا طلبتوها ان شاء الله، بغيتو نعاود نصور معكم كعب وننزلكم فيديو جديد. مع ذلك غنخلي الفيديو القديم تحت صندوق الوصف. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، كنشكركم بزاف للمتابعه والتشجيعات ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الحباب والاصدقاء باش كبر شويه القناه، راه ما بقاتناش تقنا نصوروا، والله ما بقاتناش تقنا نصوروا. وخليوا لي داك بصيمه ديالكم اللي كتشجعني وكومونتير ديالكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله، دمتم في رعايه الله.